كيل هذا عاوتاني جاي على شكل شانيل هانتوما باك واعر وزبون جاي سيغتي هنا بحجيرات ديال الزيرو. المهم هادو راه كانوا تسالاو لي عاد دخلتهم شي حاجه واعره وزبونه. واخا تشوفوا الحجر يعني الحجر مطفو ما تخافوا منه لا يطيح لا حتى شي حاجه وما كاينش بزاف يعني بالنسبه للبيع ما كاينش بزاف ديال الجرامات صافاتهم مرياج ديال القوقه. مرحبا اختي خواتم بمرياج القوقه. انا غادي ندوزو ان شاء الله مور هاد لي باك هادو غندوز لكم خواتم هاد مرياج القوقه. كما كتشوفوا كاين هاد التشكيل هذا شي حاجه زبونه واعره جاي على شكل كارتي. هذا اللي الثمن ديالو داير 2600 درهم. هذا 52 الف ريال اللي هي 2600 درهم 260 اورو. ولكن شي حاجه اللي كبير براحتها من اللور هانتوما كما كتشوفوا يعني راه عريض تخافوا ليه تهرس لكم لا حتى شي حاجه. هذا 2600 درهم اللي هي 52 الف ريال 260 اورو. اللي بغاه ما عليه يدير له سكرين ويتواصل معايا الرقم ديال الواتساب اللي هو 0623330438. ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا معنا جداد مرحبا الف مرحبا بكم. باش تدخلوا معنا المسابقه ان شاء الله اللي دايرين ما عليكم غير ديروا البارطاج اللايف ديالي في الجروب ديالكم وديروا السكرين وتصيفطوا لي على الرقم اللي راني حاطه لتحت هو 06 68 38 17 8. وديروا ابوني لاباج باش ان شاء الله فاش غادي نعلن على على فوقاش غادي نعلنوا على الفائز طلع لكم في ستاتيو ديالكم. ومرحبا كاين التشكيل هذا هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه حتى هو اللي واعره وزبونه. المهم كيجي انيق في اليد هذا راه كيباني في الو يمكن كاين التشكيل هذا شي حاجه واعره جاي سيغتي هنا بحجيرات جاي هنايا داير بحال شي سنيسله. المهم شي حاجه اللي واعره وزبونه. هذا الثمن ديالو داير 2400 درهم. هذا داير 2400 درهم اونصومبل في حدود 3000. مرحبا اختي كاينين اونصومبل واحد جوج موديلات عندي ولا ثلاثه في حدود 3000 درهم راه كاين ان شاء الله نسالم خويتمات ندوزو لكم حلقات وانا غادي ندوز لكم لونصومبل حتى هما راه غادي نوريكم شي حاجه اللي واعره اليوم. مرحبا المهم يبقاو معايا في اللايف وغادي ندوزو لكم حاجه بحاجه ان شاء الله. ومرحبا كاين التشكيل هذا داير 2300 درهم كما قلت لكم داير 2300 درهم اللي هي 46 الف ريال 46 الف ريال 230 اورو. هذا داير 230 اورو 46 الف ريال 2300 درهم شي حاجه زوينه بالنسبه للقياس ديالو حيت هذا كاين عندنا قياس واحد راه فيه 1.9 سنتيم. كاين شي غورميط اللي تغلط عافاك ساجا كوميرس. كاين اختي عندي غورميطه ضد الحصيره بقاو لي غير واحد الاربعه انا نوريهم لك الا بغيتيهم. وعندي شي حاجه اخرى عاوتاني ديال دياغول حتى هما كاينين. يلا مرحبا وشويه البارطاج في الجروب ديالكم ومرحبا بكم كاملين وشكرا لكم على التشجيع ديالكم. وندوزو لكم نوريكم شي حاجه كاين التشكيل عاوتاني هذا ها هو. المهم هادو اللي كنوريكم كاع الحجر ديالهم مدفون وزبون الصراحه. كاين التشكيل هذا شي حاجه زبونه هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه اللي واعره واعره وزبونه بزاف صحيحين وحتى الثمن ديالهم مناسب. هذا داير فيه 1.8 سنتيم هانتوما كما كتشوفوا. وهي اسامه ما تجليش ليا خاتم ديال نهاجم عليك الا ام خالي صافي كون يعني راه غادي ندخلوهم غادي ندخلوهم ان شاء الله نوريكم شي حاجه. كاين هذا التشكيل هذا اللي داير 2000 درهم. هذا داير 2000 درهم اللي 40 الف ريال 200 اورو شي حاجه اللي واعره واعره وزوينه داير 40 الف ريال 200 اورو 2000 درهم. هانتوما كما كتشوفوا جاي مشبك هنايا من الداخل هانتوما يعني الحجيرات ديالو راه مدفونين. المهم شي حاجه اللي الصح والعمل واعرين. غورميت خريشات تغليضه اخويا مرحبا اختي عاد دخلوني واحد جوج موديلات ديال غورميت خريشات ديجا كانوا عندنا غير كانوا تسالاو يلا قلبت عليهم اليوم واحد السيده. المهم انا غادي نوريهم كافتي ندوز لكم دابا الحلقات تشوفوا شويه الحلقات. ومرحبا بكم معنا كاملين اليوم غنوريكم شي حاجه ديال الحلقات. يلا شويه البارطاج في الجروب ديالكم ومرحبا بكم كاملين. كاين التشكيل هذا في حويقات هانتوما كما كتشوفوا جايين على شكل لانفيني شي حاجه اللي واعره وزبونه وحتى الثمن ديالها مناسب كيجيو كبيبرين في الودن وثمنهم مناسب. هادو الثمن ديالهم دايرين 1400 درهم. هادو لانفيني دايرين 1400 درهم اللي هي 28 الف ريال 1400 درهم 140 اورو شي حاجه اللي زبونه الصراحه واعره. التمينه ديال المارياجات اختي مرحبا انا سليم الحلقات وندوز لكم لي مارياج. مرحبا اختي اسامه ما تنساش تجيب اونصومبل لاختي بحجره خضراء راها كتساين الا سكينه صافي كوني هاني راه مقيدك انت و
انت وشي كليان على داكشي اللي بغيتو كونوا هاني ان شاء الله. بغيت ثلاثه ديال البراسليات، واخا انا غادي ندوز لكم براسليات ان شاء الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، الله يبارك خويا اسامه. ام يوسف احمد، الله يبارك فيك اختي، الله يسهل عليك. السلام عليكم، عندها هادشي زوين تبارك الله. شكرا اسلام جاد، الله يبارك فيك. كاين التشكيل هذا داير 1400 درهم اللي هما 28000 ريال، 140 اورو ديال لانفيني. المهم ندوز لكم حاجه اخرى شوفوها فوقاش غادي تعلن على الفائزه. جينان غادي نعلنوا عليها اختي في اخر ديال هذا اللايف هذا، غادي نعلنوا ان شاء الله على شكون غادي يربح. كاين التشكيلات هادو عاوتاني ديال 3 دي، جايين على شكل قوقعه هانتوما كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه صراحه، واعرين هادو راه صحيحين. الثمن ديالهم دايرين، هادو الثمن ديالهم دايرين 1300 درهم، هادو دايرين 1300 درهم، شي حاجه الصراحه زوينه واعر، دايره 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 130 اورو بالنسبه للسته ديالها. نتوما كما كتشوفوا راه صحيحه، اثمنه مناسبه. هادي دايرين 26000 ريال اللي هي 1300 درهم، 130 اورو. يلا بالنسبه للناس اللي عاد كيدخلوا جداد، شويه ديال البارطاج في الجروب ديالكم ومرحبا بكم، ديروا لنا شويه ديال التشجيع ومرحبا. اجاوبنا فدوى رايا، نعم اختي شحال بالخاطر، صافي ما جبتنيش في الواتساب اختي ياسمين عزيزي، راه ماشي راه تلقاني جاوبتك غير ما كملتش معاك الهضره. ما كيعرف اختي والله الا كنسى بحالك، عاودي صيفط ليا ميساج الا شتيني ما جاوبتش، غير بقيت عاودي تصيفط ليا ميساج باش يطلع ميساج ديالك هو الاول وغادي نجاوبك ان شاء الله اختي. حتى انا من مكناس، الور الور متشرفين بالناس ديال مكناس، مرحبا بك بنت مدينتي، مرحبا ومرحبا حتى بالناس كاملين، والله الا مرحبا بكم. الا جيتو مكناس فضلوا عندنا المحل على الراس والعين. كاين التشكيل هذا عاوتاني في حجيرات، ها انتم كما كتشوفوا جاي على شكل مثلات، المهم شي حاجه زوينه، كيجيو انيقين في الودن. هادو الثمن ديالهم دايرين 1800 درهم، هادو دايرين 1800 درهم، هي 36000 ريال، 1800 درهم. سلام اسامه، بغا راسلي كارتي كلو صحيح اختي، براسلي كلو عندي واحد انا نوريه لك، واخا نبيعو المهم نوريه لك، الا عجبك نجيب لك بحالو. كاين خويا بغيت شي سنسله كلاس رقيقه وكتجي لاصقه في العنق، وريني. مرحبا اختي، كاينين سنسلات كلاس واخا ما دايرينش ندوزوهم دابا، دايرين شي شويه ديال البلدي ندوزوهم لك اختي. مرحبا، ها انت بقاي معايا في اللايف كتفرجي وغادي ندوزو لكم ان شاء الله. انا بارطاجيت بزاف وما كرهتش نربح، ما كرهتش اختي، ما كرهتش تربحوا كاملين، الله ما كرهت ان شاء الله بواحد بواحد. مرحبا، السلام عليكم. المهم كما كتشوفوا كاين التشكيل هذا داير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 180 اورو، شي حاجه واعره وزوينه. ندوزو لكم واحد التشكيل واحد اخر عاوتاني، هاد الحويقات اللي كنوريكم اليوم يعني راه كاملين صحاحين، داكشي ديال 500، المهم داكشي ديال اللي رقيق راه ما بغيتش نوريهم لكم، وريتكم شي حاجه مزيانه. اللي مهتم يدير سكرين وتواصل معايا الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 23 33 04 38، وشويه ديال البارطاج في الجروب ديالكم ومرحبا الف مرحبا بكم. كما كتشوفوا كاين هذا التشكيل هذا، شي حاجه زوينه واعره. هادو لي الثمن ديالهم، هادو لي الثمن ديالهم دايرين 1600 درهم. المهم شي حاجه راقيه كتجي في الودن ورائعه وزوينه، دايرين 1600 درهم. ها انتم كما كتشوفوا هادو الثمن ديالهم 1600 درهم اللي هي 32000 ريال، 160 اورو. وي اختي في مكناس ويسلان قيساريه البركه رقم المحل ديالي 20، وحتى اللي جا القيساريه وما عرفش المحل يسولو غير على مجاوره اسامه، وغادي يوريكم المحل ان شاء الله. حتى انا مكناس بغيت كتجي لاصقه في العنق، وريني نشوف. الزهراء الوزغي اختي كاينين سنيسلات، غير هو من الاحسن اختي دوزي عندي الواتساب ونصيفط لك التصويره التعزلي اللي بغيتي، اما لحقاش بعدين عليا دابا ما عنديش كندير له، اولا تخلي حتى نسالي هادشي يعني اللي قدامي وندوز لاختي تشوف اللي بغات. مرحبا، شحال داير الذهب اليوم اختي؟ الذهب داير 410 درهم الفوق، دابا 8200 الفوق. كما كتشوفوا هادو دايرين 1600 درهم اللي هي 32000 ريال، 160 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معايا الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 23 33 04 38، ومرحبا بكم كاملين. كاين هاد التشكيل عاوتاني هادو ديال 3 دي اللي اوفال، ها نتوما كما كتشوفوا هادو اوفال بالنسبه للسته ديالهم، راه باينه خلاص هادو راه غنيين على التعريف بلا ما بلا حجر. شي حلقه بالحجر ولا بلا حجر؟ شو بغيتي تشوفي؟ انا ثاني تقريبا ممكن تعاون معايا، انا حداي في 100% نصيب شي حاجه نطفيها لكم ممكن تساعدني. عبد الرزاق الزواني، مرحبا خويا، والله الا مرحبا علاش لا، دوز عندي اخويا الواتساب
قال لي باج في الصفحه وانا غادي نخدم نعطيك النمره الاخرى ونهضروا انا وياك. مرحبا اخو الراس والعين علاش لا. بنانا سيركل، بنانا سيركل كاينه اختي كاينه تبارك الله السعلوار الله يعاونك اخويا الله يحفظك اختي وجدان شكرا لك. كما كتشوفوا كاينه التشكيل هذا دايرين 1600 درهم، هادو دايرين 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو. ومسمحوا لي راه كنتلهى مع لي كومونتير وكنخلي السلعه ما كنبريزونطيهاش، سمحوا لينا كاملين. واش الذهب طاح هاد الايام ولا طلع؟ اختي الذهب راه ما طاح ما طلع باش نكون واضحين، اختي الذهب مازال ان شاء الله في هاد اليومين عاد غادي نشوفوا شنو كاين، يعني حتى يتحلوا البايس الكبار اللي كتكون فيهم السلعه مجهده عاد كنعرفوا الذهب فوقاش. يعني اكثر اللي كيعرف اختي اثمنه ديال الذهب هما الصناع فهمتي، حنا غير تجار فهمتي شنو بغيت نقول لك. يعني فاش غادي يبداو هما الخدمه ديك الساعه غادي نعرفوا الثمن ديال الذهب الحقيقي شحال واصل. اما راه غادي على يعني قبل الثمن اللي كان قبل كورونا 8200 حتى 8600، يعني 430 درهم و410 درهم المهم على حسب. واش بارطاجيت الله يبارك فيك شكرا لك. كاينه التشكيل هذا هانتوما كما كتشوفوا فيهم حجيرات خضر وحمر في نفس الوقت، المهم شي حاجه اللي زوينه واعره. هادو الثمن ديالهم دايرين 1700 درهم، هادو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال 170 اورو، 1700 درهم شي حاجه واعره وزبونه. هادو 34000 ريال 170 اورو 1700 درهم شي حاجه زبونه واعره. اه كاين اختي واحد البلومبيو يعني ديال مالي، غير غادي نوريك الموديل وصافي باش تشوفي، الا عجبك نجيب لك بحال واش ندير ثاني باش نشارك. باش تشاركي اختي غادي ديري السكرين وتصيفطي ليا في الرقم راني حاطه في امبانغلي هو اللي هو 0668 38 17 80. هاد التشكيل هذا داير 1700 درهم اللي هي 34000 ريال 170 اورو. سبحان الله راه حنا كنتلاو مع لي كومونتير. كاين التشكيل هذا عاوتاني شي حاجه زوونه هانتوما، جاي علاش كلان فيني جاي سيرتي هنايا بحجيرات، المهم شي حاجه واعره وصحيحين حتى الصح صحيحين. هاد الثمن ديالهم دايرين 1100 درهم، الثمن واعر دايرين فيه، يعني هانتوما كما كتشوفوا حويقات كبيبرين مزيانين دايرين 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. هانتوما كما كتشوفوا هادو 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 110 اورو. مكناس وكيرسل في امان المغرب كامل كيتعاملوا معقول. ام يوسف الله يبارك فيك اختي الله يحفظك، راه هذا هو المهم والله غير قولها بنادم فيك زوينه هذا هو المهم. هادو دايرين 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 160 اورو. خلي لي الخاتم ديال الزواج كيدير 50000. اين واحد اختي خاتم اللي بغيتي دوي صيفطي لي في واتساب الا كان يسلك اختي نخليه لك علاش لا. هادو دايرين 22000 ريال اللي هي 1100 درهم. المهم ندوز لكم دابا الحويقة الدبان انا بالنسبه للسيده اللي بغات تشوفهم باش ندوز لكم حاجه اخرى ان شاء الله. ومرحبا بكم. الله المهم بالنسبه للحويقات كاين بحال هذا التشكيل هذا شي حاجه واعره وزوينه هانتوما. سي حميد مرحبا بك اخويا حميد كي داير هانيه بخير. هانتوما كاينه التشكيل هذا ماشي جاي على شكل البنانه هو ماشي بنانه جاي سيركل هانتوما من اللور. شوفوا الخدمه اللي فيه من اللور شي حاجه واعره. وهانتوما بالنسبه للترصاع ديالو شي حاجه الصراحه اللي واعره واعره انيق. المهم اللي بغى هادو يدير لهم سكرين، راه بقاو ليا وحدين منهم، دير لهم سكرين وتواصلوا معايا الواتساب والرقم هو 06 23 33 04 38. كلشي واعر تبارك الله الله يبارك فيك. هادو دايرين 2100 درهم، هادو الثمن ديالهم دايرين 2100 درهم اللي هي 42000 ريال 2100 درهم 42000 ريال 210 اورو. هانتوما كما كتشوفوا اللي عجباتو اي حاجه مالي يدير سكرين ويتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب. المهم بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي علاش ما كديرش لايفات بزاف، راه بحركه تكافوا يعني كان بريزونطيو السلعه وكنجاوبوا على الناس حتى كنساليو عاد كنديروا لايف جديد واحد اخر. المهم هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه واعره وزوينه دايرين 2100 درهم اللي هي 42000 ريال 210 ديال الاورو 210 اورو. المهم مرحبا الف مرحبا. كاينين هادو عاوتاني الصغار ديالهم بنانا سيركل اللي سولتني عليهم السيده قبيله شي شويه، هما الثمن فيهم مناسب وزبونين. هانتوما كما كاين التشكيل هذا شي حاجه واعره وزبونه. وبالنسبه حتى للدار ديالو هانتوما شوفوا الخدمه كيف دايره، راه جاي مشبك
يعني الصح والعمل، راه درت بارطاج. سكينه سكينه الله يحفظك اختي، شكرا لك. ها انتم كما كتشوفوا هادو زوينين حتى هما، الثمن ديالهم دايرين، هادو الثمن ديالهم دايرين 1100 درهم، هادو 1100 درهم يعني 22000 ريال، ولكن الصح والعمل مولور، راه مشبكين هانتوما كما كتشوفوا، ولكن الاكثريه هادو يصلحوا يعني غير البنيتات اللي المهم 18 عام لتحت، اما بالنسبه للكبار ما غادي يزيروا لكم على ودنكم، حيت هانتوما الدوره ديالهم راه صغيره شي شويه، غير هما صحيحين. هادو دايرين 1100 درهم 22000 ريال 110 ديال الاورو، يعني باش نكون واضح معكم. واش كتصيفط لفرنسا اختي؟ لا ما كنصيفطش لفرنسا، يعني نقدر نصيفط لشي واحد هنايا في المغرب توصلوا حتى للدار، وفاش يجي الا جا عندك بحال هكا يجيبها لك معاه، اولا تجي تلقاي الكوموند ديالك واجده في دارك. هذا هو الحل اللي كنديروه اختي، يعني ممنوع علينا نصيفطوا لفرنسا وما كرهناش. الله مرحبا والف مرحبا بكم، شويه البارطاج شويه دمليج بشحال اللي كيكون متقب دميجات متقبين، ما عرفتش اختي بحالاش. ها انت انا غادي ندوز شي دميجات دابا وشوفي الا عجبتك شي حاجه منهم، ما عرفتش على شنو قصدتي بالضبط. كاين التشكيل هادو د البنان حتى هما بالنسبه للقفل ديالهم اللور، ها نتوما يعني راه ماشي بحال الاخرين، ولكن حتى هما صحاح، حتى هما شي حاجه زوينه وصحيحه. او الثمن ديالو هنا سبتهم، هادو الثمن ديالهم دايرين 1600 درهم، يعني واخا كبيبرين وزوينين الثمن ديالهم مناسب، 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو، 32000 ريال 1600 درهم 160 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معايا الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 23 33 04 38، ومرحبا بكم كاملين. غندوزو لكم واحد جوج الموديلات الحويلقات، وغادي ندوزو لكم لحاجه اخرى ان شاء الله. ومرحبا، كاين هذا التشكيل هذا ديال 3 دي جاي هابط بحال هكا، انتم كما كتشوفوا الخدمه ديالو، كاين هذا التشكيل هذا شي حاجه واعره. المهم بالنسبه لهاد البوندونتيف هذه راه ثقيله، راه كتحرك انتم كما كتشوفوا شي حاجه زوينه. الثمن ديالهم حتى هما واعر، ولكن راه تقريبا شارف هادو راه دايرين 2800 درهم، المهم شي حاجه الصراحه اللي ثقيله، دايرين 2800 درهم اللي هي 56000 ريال 280 اورو. اللي بغى اي حاجه ما عليه يدير لها سكرين ويتواصل معايا الرقم ديال الواتساب، ومرحبا. دايرين 2800 درهم 56000 ريال 280 اورو، شي حاجه واعره وصحيحه وزوينه. فينين هادو ديال الكريول عاوتاني الصغيورين؟ ها نتوما هادو راه صحيحين حتى هما، حتى هما شي حاجه اللي واعره وزوينه بالنسبه للسته ديالهم، ها نتوما كما كتشوفوا. المهم تبارك الله عليك اخويا، بغيت كورميت ديال 18 غرام، شحال دايره؟